بدء المرحلة الثانية من أعمار متحف الموصل الحضاري، والتي تشمل إعادة ترميم البناية بشكل كامل لمدة ما بين سنتين إلى ثلاثة ليصبح جاهز لاستقبال الزوار. المدينة تعرضت لدمار من خلال الحرب الأخيرة، فقدت العديد من المواقع التاريخية والحضارية، وأهمها هو متحف الموصل الحضاري الذي كان يشكل هوية هذه المدينة من خلال القطع الموجودة فيه التي تعبر عن تاريخ ممتد لمئات وآلاف السنوات. اليوم نحن سعداء جدا كأهالي مدينة الموصل بأن يتم البدء بإعادة إعمار هذا الصرح، وأيضا إعادة تأهيل هذه القطع الموجودة فيه لكي يكون هذا المتحف قبلة للأهالي في مدينة الموصل، وأيضا للزوار الذين يزورون مدينة الموصل للتعرف على تاريخ المدينة وحضارتها.